صباحه. صحيح ان اليوفي عمال يكسب في الكالتشيو، وصحيح ان روما عمال يمشي على سطر ويسيب سطر ومتربع على عرش المركز الثاني المفضل عنده، وصحيح ان ديربي ميلانو كان بيلعب فيه اسامي لبعض اللعيبه اللي ما كانتش تحلم تكون متواجده على دكه بدلاء واحد من الفريقين دول من 10 سنين بس، ولكن ده ما يمنعش ان الكالتشيو السنه دي بيقدم وجبات كرويه دسمه جدا في تقريبا كل مباراه كبيره، وديربي ميلانو ما كانش اقل وكان على نفس المستوى. فلو ما كنتش بتتابع الكالتشيو فنصيحتي ليك انك تبدا تتفرج تاني على الماتشات الكبيره السنه دي، ولو كنت متابع للكالتشيو يبقى اكيد لازم ندخل سريعا في تفاصيل ديربي ميلانو. يلا بينا. ديربي ميلانو كان الديربي الاول للمدربين الايطاليين للفرقتين. فينشينزو مونتيلا بيقود الميلان من الصيف وبيقدم مستوى رائع وتصاعدي ويبشر بكل خير، والناحيه الثانيه الانتر اللي صرف 4 أو 5 اضعاف الفلوس اللي صرفها اي سي ميلان في الميركاتو بدايته متذبذبه، من اقاله روبرتو مانشيني لتعيين فرانك ديبور قبل الموسم بايام لاقالته هو كمان وتعيين بيولي علشان يبدا كده على الديربي على طول. وبصراحه كده المباراه ذات نفسها هي كمان اتسمت بكل صفات المباريات اللي مش تابعه للكالتشيو. رتم عالي جدا وسرعه رهيبه في نقل الكره في الدفاع او في الهجوم، ضغط عالي على حامل الكره في كل حته في الملعب، انطلاقات فرديه، تسديد من بعيد، عرضيات ومرتدات، حاجات كتير ادتنا الاحساس ان اللعيبه اول ما نزلت الملعب نسيت كل التعليمات التكتيكيه اللي المدربين قالوه لهم وبداوا يلعبوا من القلب وبالحماس، وعشان كده كان صعب تحليل الاداء التكتيكي بتاع الفريقين. بشكل عام اي سي ميلان كان بيدافع اكتر وبيعتمد على المرتدات، والانتر كان مستحوذ اكتر على الكوره بس مش عارف يخترق دفاع الميلان، والاربع اهداف جم نتيجه عن اخطاء فرديه دفاعيه ومهاره فنيه عاليه هجوميه. مونتيلا بدا المباراه بال 4-3-3 المتوقعه منه بتغيير واحد اساسي وهو جوميز مكان رومانيولي المدافع الابرز في ميلان السنه دي وفي ايطاليا كلها تقريبا، وبالرغم من ثلاثي نص الملعب مبني على ارتكاز لوكاتيلي الناشئ الصاعد الواعد اللي بيقدم موسم عالمي مع الميلان، واثنين جنبه بونافنتورا وكوتشكا وهم لعيبه عندهم طباع هجوميه كبيره، لانهم هم الاثنين كانوا بيلتزموا بواجبات دفاعيه وسايبين الهجوم لنيانج على الشمال وباكا على اليمين وسوسو اللي لازم نقف عنده شويه. اعتقد ان كلنا هنجتمع ان سوسو كان افضل لاعب في الشوط الاول، وفي نظري شخصيا كان افضل لاعب في المباراه. صاحب ال 23 سنه اللي بدا مسيرته بفشل بعد ما تصعد من ناشئين ليفربول للفريق الاول علشان يتباع ويروح الدوري الاسباني مع الميرا ويلعب معاهم 33 مباراه يسجل فيهم 3 اهداف بس، وبعدها يروح اي سي ميلان ومنه يطلع اعاره لجنوا عشان يرجع تاني ميلان في الصيف ويكتشفوا مونتيلا من جديد. سوسو سجل جولين احلى من بعض، اذا كان الاولاني بليسنج بشماله او التاني بترقيصه وحطه، واللي يخلي الاجوان دول احلى انهم جم في حارس مرمى زي هاندانوفيتش. هاندانوفيتش اللي قدره انتر ميلان في الحفاظ عليه في ظل كل السنين الغامقه الضلمه شويه اللي فاتوا دول يعتبر لغز مش قادر افهمه. اقصد يعني من الاخر انه حارس مرمى عالمي. الناحيه الثانيه فابيولي بدا برده ب 4-3-3 ولكن بمثلث مقلوب في نص الملعب. هاندانوفيتش ميدال ميراندا باك شمال انسالدي وباك يمين دي امبروزيو اللي عمل افضل مباراه ليه من اول الموسم مع انتر. بروزوفيتش وكوندوبيا الاثنين ارتكاز، وقدامهم جواو ماريو على اليمين، كاندريفا على الشمال، بينيزيتش وقدام ايكاردي. تشكيله بالتاكيد عليها علامات استفهام كتير، اولهم على مركز جواو ماريو في نص الملعب الهجومي، مركز بيطلب منه ايجاد حلول هجوميه لفك الغاز دفاع الميلان اذا كان بكرات بينيه او انطلاقات في العمق او تسديد من بعيد، وكلها حاجات جواو ماريو مش بيمتاز بيها، او عشان ما نحكمش عليه حكم نهائي ممكن نقول انه ما اظهرش انه بيمتاز بيها من بداية الموسم، ولكن اللعيب اللي اظهر لنا قبل كده انه عنده الموهبه دي هو بروزوفيتش اللي حاول يكون صانع العاب متاخر ولكنه كان متكتف بالواجبات الدفاعيه لمركزه في الارتكاز، وبالتالي جواو ماريو اللي اظهر انه بيمتاز بقوه بدنيه كان ممكن يرجع يلعب هو ارتكاز وتقدم بروزوفيتش قدام شويه في الدور الهجومي، ولكن قرار البدايه بجواو ماريو في المركز ده يطرح لنا سؤالين. لو انت محتاج ماريو يقدم دور هجومي فكنت ممكن تبدا بافر بانيجا مكانه، ولو كنت قررت تلعب بروزوفيتش في مركز هجومي وترجع جواو ماريو ورا شويه فكان الاوقع انك تبدا بميدال كارتكاز لانه افضل لاعب ارتكاز دفاعي في الانتر، وموريو المدافع اللي مفيش اي شك على امكانياته العاليه يبدا هو كقلب دفاع جنب ميراندا. ولكن اللي حصل بعد نص ساعه من الشوط الاول هي اصابه ميدال ونزول موريو مكانه، وانتر فضل يلعب بنفس الشكل بالظبط بدون اي تغيير تكتيكي. وحتى لو بصينا لثلاثي الهجوم فبخلاف ان ايكاردي كان مختفي تماما طوال المباراه، بيرزيتش كان بيلعب في مركزه الطبيعي وهو على الخط ناحيه الشمال، ولكن علامه استفهام على مركز كاندريفا. كاندريفا
لاعب بيمتاز باللعب على جبهة من الجبهتين، غالبا بتكون الايمن، ويمتاز بانطلاقات سريعة على الخط وعرضيات خطيرة. من وقت للتاني في وسط المباراة بيباغت الخصم بانه ينطلق من العمق، وساعتها بنشوف تسديداته على المرمى اللي ملهاش حل. ولكن الغريب مع بيولي ان كاندريفا تمركزه الاساسي كان في العمق كصانع العاب تحت ايكاردي، فكان بيختفي في وسط زحمة مدافعين ميلان بهدف انه يسيب مساحة اكبر لدي امبروزيو ينطلق فيها من على الخط، ومن فترات لاخرى كان بيتحرك هو ناحية الخط ويؤدي الدور دوت. وبالرغم من ان دامبروزيو عمل مباراة كبيرة ناحية اليمين، لانك فقدت تأثير كبير من كاندريفا على مدار المباراة الا لما كان بيتحرك ناحية اليمين. صحيح انه لما احرز الهدف كان من العمق، ولكن الهدف ده بالذات كان حالة خاصة لانه جه بعد ما بيريزيتش خطف ميلان في اوت ولعبه بسرعة. وحتى تبديلات بيولي كانت كلها مركز بمركز، موريو مكان ميدال للإصابة، وبعدها خرج انسالدي ونزل ناجاتومو لمحاولة لإحياء الناحية الشمال شوية عشان تبقى زي الناحية اليمين. ولما جه التبديل الهجومي في اخر ربع ساعة ما كانش بخروج جواو ماريو ولا حتى كوندوبيا، ولكن كان بخروج بروزوفيتش واشراك مكانه يوفيتش علشان يتقلب مثلث نص الملعب في انتر ميلان. ولكن للاسف يوفيتش ما قدرش يدي حلول هجوميه لانه خارج الفورمه تماما لقله مشاركته من اول الموسم. على عكس بيولي فقراءه مونتيلا للمباراه كانت 10 على 10، ولولا هدف في الدقيقه 92 كان هيخرج بثلاث نقط مهمه قوي. التبديل الاول الهدف منه كان اغلاق الناحيه الشمال اللي بيسبب منها انتر معظم خطورته، فخرج باكا ونزل ماتيا فرنانديز لاعب الارتكاز عشان يلعب هو ارتكاز ثالث على شمال لوكاتيلي. بونافنتورا يتحرك ناحيه الشمال مكان يانج علشان يؤدي دور دفاعي اكتر في مساندد ديتشيليو، وين يانج تحول كسترايكر صريح. ومع زياده ضغط الانتر وتكتل الميلان اكتر في نص ملعبه، الاحتياج لنيانج كسترايكر ما كانش مهم قوي على قد ما كان مهم اشراك لابادولا مكان يانج علشان يؤدي دور دفاعي كبير قوي في الضغط على حامل الكره وخط ظهر ولاعيبه ارتكاز انتر علشان يحاول يمنعهم من انهم يبنوا الهجمه باريحيه. في النهايه المباراه ممكن ما يكونش فيها عمق وتفاصيل تكتيكيه معقده، ولكن ده مش مهم لانها كانت مباراه ممتعه. وهدف بيرزيتش من ركنيه في الدقيقه 92 خلى معظم الناس على تويتر تتفق وتجتمع على ان التعادل كان عادل، ولكني بصراحه مضطر اختلف. في رايي ان المباراه كانت متقاربه، ولكن الميلان استحق الفوز. رد فعل اللعيبه في الملعب كان اكبر دليل. لعيبه انتر كانت سعيده بالتعادل طبعا عشان جه في اخر لحظه فبيكون بطعم الفوز، وبالرغم من اني لابس تيشرت نابولي وبشجع روما ومن مصلحتي ان اي سي ميلان كان يخسر عشان روما يفضل في المركز الثاني، الا ان الحصر على وجوه لعيبه الميلان بعد المباراه اثرت فيها شويه وكنت عايزهم يكسبوا. وفي النهايه ده كان رايي انا ورؤيتي التحليليه لديربي ميلانو، ولكن الاهم هو رايك انت. عايز اعرف توقعاتكم، مين هينهي الموسم في مركز اعلى من الثاني، اي سي ميلان ولا انتر ناسيونالي؟ سيبوا توقعاتكم في الكومنتس تحت او على هاشتاج حلل ينصوحي على تويتر، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه على يوتيوب عشان عدينا ال 230 الف وقربنا على ال 250، لايك للحلقه على يوتيوب وشير على فيسبوك وريتويت على تويتر، واشوفكم في الحلقه الجايه. كان معاكم عمرو نصوحي، سلام.